وينضم إلينا أيضا الآن هاتفينا دكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء. كل سنة وحضرتك طيب فضيلة الدكتور. لسنة وانتم طيبين. يعني رأينا كلمة حضرتك اليوم في هذه الاحتفالية التي كانت تحمل العديد من المعاني. حضرتك تحدثت ويعني أنا استشهدت في مقدمة هذه التغطية بأنك يعني ذكرت أن هذا اليوم ليس لأننا ننسى الرسول، حاشا لله أن ننساه، لكن لكي نحيي قلوب هجرت وبعدت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني هذا الاحتفال وبأمثال هذه الملتقيات ننشر أشرف سيرة الوجود لينتفع بها العباد والبلاد، وهذا ما أمرنا الله تعالى به، حيث قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتأتي هذه المناسبات فإذا السيرة النبوية العظيمة بكل قيمها ومعانيها الفاضلة التي تمثلت صاحب مناسبة أشرف خلق الله، إذا بها ماثلة أمام الأعين والقلوب، فيعتبر من يريد أن يعتبر، نعم، ويتعرف الجميع على منزلة الرسول الذي أقسم الله بعمره: لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. وفي هذا ما فيه من إحياء للقيم النبيلة والأخلاق الفاضلة والمعاني السامية، وهذا ما ندعو إليه ونرجو الله أن يوفقنا إلى تحقيقه وأن ينفع بكل كلمة قلناها المسلمين والعباد والبلاد. أمين يا رب العالمين. دكتور، يعني كيف رأيت أيضا تكريم عدد من العلماء ومن يعمل في الدعوة وتكريم لحضرتك من سيادة الرئيس؟ ليس عاملين بالدعوة، نعم، من سيادة الرئيس، هذا تقدير ورعاية ومع أقدارهم، لأن لنا الحقيقة أمرنا أن نعم، يعني فقدنا طبعا الاتصال بالدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، لكن يعني أكد مرة أخرى أنه استغل هذا اليوم وأن نستغل جميعا هذا اليوم في ذكر أخلاق ومكارم الأخلاق التي تعلمناها من السيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنه أيضا في ختام كلماته دكتور أحمد عمر هاشم معنا تحدث عن أهمية أيضا تكريم كل الدعاة ومن يعمل في الدعوة، وأنه كان سعيدا بهذا التكريم اليوم وفي كل احتفالية سواء كانت دينية أو غير دينية.